سمعت آخر خبر؟ ما سمعتوش، وصلوا الخبر. فرحان صهيرك حصل له حادث. ما هو؟ صدم بالحافلة. مسرع؟ عادوا سرش الحافلة لأنه سرق على الفلوس وحصلت له صدمة وفقد النطق تماما. ايش تقول؟ اي والله استوعب. يعني الآن الشو يقول لك ودلوا حلو منه بالخارج ويدوروا له شوية ناس. يستاهل، هو رفس المائدة برجله. علاك شي جمع زلط دخل المدينة. والمثل مو يقول وقاسم الطمع مهلكة. اسمع شو أقول لك، اللي حصل حصل وهذا هو صغيرك، واللي حصل له مقدر ومكتوب. للحين بكمش تساعده؟ أنا والله ما قدر أديه فلس. ها؟ حرام عليك يا أمين، هذا صغيرك وزوج أختك، بعد أن تقالهبت كل أملاكه بقرش ونص. أنا والله ما عندي فلس. قوم الزعوة قاسم. تعرف يا عادل ايش اللي يدور في بالي؟ ايش هو؟ انا والاستاذة شجون كنا نتكلم بموضوع. بخصوص ايش؟ بخصوص انه ليش ما نستغل فرصة سفر اخي فرحان نسافر معه نحن الاثنين. وليش نسافر معه؟ علشان نسوي فحوصات مع بعض. انت عارف يا عادل انه لحد الان ما خلفناش. فهمت قصدي. ها ايش رايك؟ طيب ليش لا، بس اول حاجه ايش تعرف هذه فكره مين؟ فكرتك ولا فكره شبون؟ بصراحه هي فكره الاستاذه شبون. بصراحه هي فكرتي، لانه الامر يعنيني بالذات. خلاص ما يهمك، انت تأمري، بس فين نطرح بس ما اذا سافرنا؟ عادي مش مشكله، بنطرحها عند الاستاذ شكون. الاستاذ شكون بتوافق؟ اكيد هي طلبت. والله شكون هذه بتناس. طيب مدام شكون بتوافق اذا نقولي بسم الله. بسم الله. واحنا يا مدير والله ما في معنا سلاح، لا نمتلك لغه لا ولا سلاح شخصي. ولا سلاح شخصي حقيقة يا مدير. أنا أتوقع أنه لو قامت الدولة بعملية إحصال السلاح يمكن نطلع الوحيدين أنا والوالد اللي ما نعرفوش. مش معقول. هذه الحقيقة يا مدير، الوالد عمره ما قد مسك بندق وأنا مثله. إذا كان هذا الكلام صحيح فأنتم فعلا نموذج مشرف وتستحقوا الشكر والتقدير. شكرا جزيلا يا مدير. بس مثل ما شرحت لك، العاق المصمم ما يطلق الوالد إلا بسلاح عدال ومية ألف فوقه، وإحنا ما فيش معنا يا مدير. لا تقلقش يا اسمي منير يا مدير. لا تقلقش يا منير، الآن بحرر إطلق فوري. إيش اسم الوالد؟ ناجي السهيلي. الله يحفظك. تفضل. وأرجو يا أخ منير أن تبلغ الوالدة اعتذاري وتحياتي شخصية. توصل يا مدير، الله يحفظك، هذا من طيب أصلك. والعاقل اللوك، أنا لي معه تصرف ثاني. اكتب عندك براي.
هلا الدورة. هلا. اهلا اهلا بابو الحس، كيفك يا حبي؟ الحمد لله، ومش ولا بد، بس الوالد هزأنا بشكل. المهم كيفك حبيبي انت؟ انا زي الزفت زي الزفت يا ندورة. ليش؟ مش عوايد عمورة اللي يقول هذا الكلام؟ عمورة من غيرك ضايع. الرجل العفن صاحب البيت تصور عطالنا مهلة 3 أيام، إذا ما دفعناش الإيجار بيرمي بفراشاتنا للشارع. يرضيك فنان زي يتبهذل ويحصل له كذا؟ لا 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 أبدا، ما يرضينا أصلا هذا الكلام. وعلشان كذا يا حبي أشيك تتفحفح تشغل مخ مماتك. أشغل مخ مماتي؟ إيش دخل أمي بالموضوع هذا؟ مماتك هي اللي بتحرك باباتك. ها أنت، أنت لا تقلق ولا تشيل أي هم، أنت عرف فلوس من الرأس هذا. مرسي مرسي. اسمع ما قلت ليش، إيش عامل الآن؟ والله هذا أنا جالس اتغدي وحدي، ولا حصلنا مشاحف شاحفنا. يا بختك، أنا للآن من غير فطور، لكن قد نفكر بنبيل. السلام عليكم يا برهان. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. مش ساعد أبوك؟ بأيش؟ بأيش يساعده؟ بقليل فلوس. معنا 5 بياس. على كثر المصاريف اللي بيجيبه؟ الرجال مذكوب، وقلت ضروري تساعد الناس. أخي أمين قلي بكل حاجة، ومن فين نجيبه له؟ حتى الفلوس حقتتين ما عاد خلاهاش. مش انت صاحبه؟ ليش ما تساعده؟ انا مستعد وجاهز وصاحبه مستعد، وبروح اروح عن قريب ان شاء الله، بس انا قلت ضروري تساعد النو. لو فيك عن الذهب ترى عن النو ولا حاجه على زوجي. زوجي اهانني وبهذلني وخلاني خدامه ببيت الناس بينما كنت داخل بيتي اميره. انت السبب يا اما. الله شي يجعل له ابو غربه يا ابني. حرام يا اما. الله شي يجعل له عماء فقد قد عدم. هيا امشي. لا حول ولا قوة الا بالله. هيا. حي الله بالدكتور عادل. حي الله بالدكتور عادل، اهلا وسهلا. حياك الله نبيل، كيف حالك؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله. يا استاذ نبيل اعرفك على صغيري فرحان. حي الله يا عم فرحان. الله 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 يحييك، الله يحييك. حياك الله حياك الله. ومالو كذا يا اخي؟ هذا تعرض لصدمه نفسيه كبيره بسبب قصه طويله، والان احنا يعني نجهز على سفرنا الخارج علشان علاجه. بس تعرف يعني سفر وعلاج شيء تكاليف كبيرة. الخارج يا دكتور لأهل الفوق، مش للضباحة اللي زي هذولا. يلا خليها على الله يا نبيل. المهم أنا بأخلي عندك شوية على ما بنطلع العيادة وأزور. على طول في عيوني. تفضل يا عم فرحان، تفضل. شو 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 شكرا. أيوة تفضل تفضل. يا ولد نزل طاولة لعمك فرحان هناك. يلا مع السلامة يا نبيل. الله معك يا دكتور. يا دكتور. ايوه. بالنسبه للمشوار اللي رحنا انا وانت وقلنا بنتكلم فيه بوك. حاضر يا نبيل، بس بدخل بيت العياده وبرجع. تمام 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 يا دكتور. عينك عينك قلعوا عينك نبيل، مالك يا
يا رجال اتق الله اتق الله اتق الله مكانك انت وهذا الاسلوب حقك قتغيرن انظمه قتغيرن دول قتغيرن الناس وانت مكانك هذا الاسلوب العفين. انا فنان انت عارف انه بالحاره يقولوا لي ابو الحس. انت فنان الفن هذا اللي هو تقول عليه اللي ما وصلش عندك تمام ايش في تغيير يا رجال اتق الله انزل الساحه اعمل لك حاجه غني للوطن غني للشباب سجل نفسك بالتاريخ. اسجل نفسي بالتاريخ ما لك انا فني للحب للدموع مش للدم. يحيى 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 كم صار فرقه من اديك انا داري لك ضروري توقع لي قلبي هيا زكي لي عصير. بزكي لك عصير وبزكي لك وقبه بس تخرج من حياتي ما ابصرش بالبوفي هذه ولا عتبصر لي صوره ولا عشيقي للداخل معتدل المرش. يلا هيا عصير ادلوه عصير وادلوه وقبه وادلوه كل حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا ايناس؟ الحمد لله. كيف انت يا دكتور؟ الحمد لله. كيف العمل معي؟ والله تمام ما قال له واحد سكر وراح. يلا معليش انا اشوف اليوم اجيت بدري علشان اجيب بسمه هذه طبعا بنت صيري فرحان. اهلا وسهلا كيفك انت؟ خليتها تجي معي اليوم علشان تدربيها عشان تساعدك في العمل علي بنفس الوقت. حاضر تمام تفضلي. لا لا بجلسي شكرا تسلمي. يلا هنا. طيب يا ناس انا بروح معي مشوار للساحه يمكن اتاخر شويه اذا في مرضى كثير اتصل علي تمام ان شاء الله يا دكتور. يلا مع السلامه. اشحال يا فصلنا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. تفضل يا دكتور. كم هذه يا نبيل؟ هذه نصف مليون ريال. نصف مليون ريال تتبرع فيها للمستشفى الميداني؟